البنجر أقل أهمية. واللي مش عايز أي مفاجآت في امتحان العملي، ولو حتى بنقول في سؤال كده هو بيبقى يعني مش على أي ضربة، بس لو عرفته بيبقى خير وبركة، بتدي للممتحن كده إن أنا جاهز. بس لا تتبرع حضرتك بإنك تقول معلومة ما تسألتش عليها، خليك مخندس حويط. عندنا ريفلكس اسمه البريكيو رادياليز، بريكيو رادياليز سي 5 و 6 زي البايسبس. استاذك يا محمد معلش، البريكيو رادياليز ان هوت يا شباب، ادي البريكيو رادياليز مصل سي 5 و 6 السنتر. الخبطة بتاعتي لا اسند يا محمد، بناخد حوالي زاوية برضو 120 درجة على مستوى القلبو. الخبطة بتاعتي بتبقى 1 انش أبف هذا الريديال بروسيس، بيبقى هنا كده الخبطة هنا في الحتة دي. بيحصل كونتراكشن في البريكيو رادياليز، ده أحد التندونجير السنتر بتاعه 5 و 6. ريفلكس آخر وهو تيست للترايجيمينال نيرف، العصب الخامس، بيسموه الجو جو جو جيرك. بنفتح بق الشخص نص فتحة مايلد اوبننج للماوس، والخبطة بتاعتي بتبقى اندايركت على صبعي، وما دام على صبعي يبقى بالناحية الرفيعة. لا افتح بقك نص فتحة، المفروض لما اخبط يحصل ريفلكس كلوجر في الماوس بتأثير المسيتر. ده تيست للترايجيمينال نيرف حصل، هو طبعا خوف مش ريفلكس، بس يعني حصل ريفلكس كونتراكشن في المصل وكلوجر للماوس. ما تشنكش نفسك يا محمد، فتحه كده بسيطه والخبطه كده كونتراكشن بسيط، ده اسمه جورجيرك تيست للترايجيمينال. اخيرا تيست للفيشيال نيرف وهو الجلابيلر ريفلكس. الجلابيلر من اسمه هو خبط على الجلابيلا. فين الجلابيلا دي؟ اهي. وباجي نقط بيبقى من ورا المريض بتاعي. انا واقف على جنب وباجي بص بقى، مش كده لا، ده الماسك هنا بعلامه بقى، واحد فنان وربنا يخليك، ده محتاج تدريب لحسن تيجي تعمل كده وتروح جايب عينيه. جلابيلا ريفلكس هو اختبار لتست المصل اسمها اوربيكولاريز اوكيولاي، وده بنتكلم على الفيشيال نيرف. فهنا بروح جاي انا عامل كده، المفروض بيحصل فيه ريفلكس كلوجر في المصل. ده تست للفيشيال نيرف العصب السابع. شكرا. خلصنا الاداء والجزء التمثيلي امام الدكتور، وجزء له اسئله مباشره. ايه بقى السنتر بتاع التندنجر؟ ايه الريسبتورز بتاع التندنجر؟ والله ايه الافرنت بتاع هذا التندنجر؟ لكن الكلينيكال امبورتنس، احنا بنعمل التندنجر ليه؟ ليه الدايناميك تايب اوف ستريتش ريفلكس بنعمله؟ ما هي الكلينيكال امبورتنس وتتسيل فيها؟ الريفلكس ده لما يطلع يا شباب نورمال، لما يطلع ابنورمال. ابنورمال ده له ثلاث احتمالات، اما اكساجوريتد، اما انهبيتد اقل من الطبيعي، اما ابسنت لا يوجد. والاسباب حفظ صم. Thank you.
اسبابها. امتى الريفلكس ده يبقى عنيف وقوي؟ اكساجيريتد تندون جيرك رقم واحد في الابر موتور نيرون ليجن. فهنا السؤال ازاي؟ ليه مع الابر موتور نيرون ليجن؟ لا ركز معايا عشان الكلام مش مكتوب غير في جدول الفرق بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن. ليه مع انت بتقول للدكتور اكساجيريتد تندون جيرك بتقول له اسبابها واحد ابر موتور نيرون ليجن، فليه؟ الاجابه ان في الابر موتور نيرون ليجن يا شباب وبالذات مع سبب اسمه الانترنال كبسول ليجن في هنا في البرين ستيم في حاجه اسمها فيستيبولار نيوكليوس وحاجه اسمها فاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن. دول ما جاش جنبهم ليجن، بس اشمعنى الاثنين دول؟ الاثنين دول لهم انترنسك اكتيفيتي، خاصيه الاشعاع الذاتي هم نفسهم بيبعتوا فاسيليتاتوري امبلس، فاسيليتاتوري امبلس للانتيريور هورن سيلز. فمع الابر موتور نيرون ليجن اللي غالبا في الانترنال كبسول الكومست سايت ما زلت سايب سنترز بتبعت امبلس اكسايتاتوري للمسل تون، اكسايتاتوري للستريتش ريفلكس. ولذلك مع مريض الابر موتور نيرون ليجن بس بشعر